ميم دال ياء نون تاء مربوطة ألف لام ألف طاء فاء ألف لام. أعزائي المشاهدين صغارا وكبارا، أهلا ومرحبا بكم في مدينة الأطفال. أهلا بكم في الجزء الثاني من مدينة الأطفال. أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء الأطفال، تفضلوا. يا سلام، حقا إنهم أطفال مطيعون. أنا وولف جانج موتزارت، ولدت عام 1756. من أي البلاد أنت؟ من النمسا. إن تناول حبة برتقالة بعد الأكل مفيد، فهو يساعد على الهضم. فعلا البرتقال غني جدا، فالبرتقالة الواحدة تحتوي على عشرات العناصر الغذائية، منها على سبيل المثال سكر الفواكه والمعادن. مشاهدين الأعزاء صغارا وكبارا، لا تنسوا موعدنا في الأسبوع المقبل.